من مظاهر الشرك بالله تعالى ادعاء علم الغيب، فإن علم الغيب لله وحده. قال سبحانه في القرآن في سورة النمل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى في سورة النحل: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى في سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ودرد على الزول اللي بيعتقد إنه الميت بيعرفه بيعمل في شنو، وفي بيته ظن إنه الميت ده في المغابر شايفه بيعمل في شنو وبيسمع كلام. قال الله تعالى في سورة المائدة: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا لا علم لنا. رسل بعد يموتوا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لأنه في ناس بيقول لك الزول ده بيشوف بإذن الله، الله ما بيأذن في دي. والدليل: وما كان الله ليطلعكم على الغيب سبحانه وتعالى. فالغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. ما بجوز لزول يمشي لفلان يقول له شوف ليه الرايحة وين، والمرة تمشي شوف ليه الذهب وين، وذاك رايحة منه غنماية شوف ليه الغنماية وين. ما بيعلم، ما بيعلم بنص القرآن. ونحن للأسف الشديد كثير من الناس للأسف الشديد إذا ذكرت هذه المسائل فإنه يعتقد أن هذه عقيدة طائفة معينة. ولك الجماعة ديل وبوديجين ووهابية وانصار سنة، لا تبقى انصار سنة، لا تبقى وهابي، لا تبقى كذا ولا كذا. ونحن نختلف مع كل الجماعات، هذه الجماعات نختلف معها في أننا نريد من الكل أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعنهم. الزول ما يبقى في أي طائفة، ما تبقى في أي جماعة، لا تبقى انصار سنة، لا تبقى صوف، لا تبقى أخو مسلم، لا تبقى جماعة تبليغ، لا تبقى تكفيري، لا تبقى سروري، لا تبقى شيعي، لا رافضي، لا غيره، أبقى مسلم مستقيم. قال الله تعالى في القرآن: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. انتهى الموضوع. وهذه عقيدة المسلمين التي نقولها هي عقيدة المسلمين لأنها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.